وللثقافة نصيب في هذا الجهد الكبير لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، ولا أدل على ذلك من أن نقاشا مستفيضا أصبح يدور في كبرى المنابر العالمية على خلفية الصدمة التي نجمت عن هذه الجائحة. صحيح محمد، فما حدث عالميا وحد جل المثقفين على رأي إيجاد بديل لبنية المجتمع الدولي الحالية يتم من خلالها إعلاء القيم والمبادئ الإنسانية ويعطيها مكانة مرموقة ويجعل من الإنسان محور كل اهتمام. وحول دور المثقف في مثل هذه الأزمات ينضم إلينا من دبي الأستاذ بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي. أستاذ بلال، شكرا لك على وجودك معنا عبر الهاتف في برنامج خلك في البيت. بداية تسمح لي أسألك، ما هو دور المثقفين اليوم في ظل هذه الظروف؟ طبعا بداية أرحب بك وبالمشاهدين الكرام. أما ما تفضلتم به في المقدمة حول أهمية تضافر الجهود والمثقفين على وجه الخصوص للوقوف أمام هذه الجائحة ورصدها ورصد الآراء المتباينة التي تطرح، أعتقد من الضروري أن يكون ذلك، خاصة وأن الساحة تشهد الآن وجهات نظر كل يفتي. نجد الإيمانيون يرون أن هذا غضب من الله سبحانه وتعالى ويجب التوبة ويجب الاستغفار ويجب في هذا جزء من الحقيقة، ولكن كذلك لا نلغي دور أن هناك بيئة، أن هناك أوبئة عالمية، أن هناك ظروف مجتمعية عالمية قد تسبب الكثير من الأوبئة، كما فيها إيجابيات فيها سلبيات. هناك أعتقد يعني، وأنا أتصفح خلال الأيام الماضية ما كتبه المؤرخون الإماراتيون في مخطوطاتهم، لاحظت أن هناك تسجيل لأكثر من 5 أوبئة مرت بالمنطقة، يعني منها وباء في عجمان حصد أعداد من الأرواح تتراوح ما بين 30 إلى 50 جنازة في اليوم الواحد. نعم. فأعتقد يعني هذه العلمانيون يرون أن هذه الطبيعة وهذه البيئة وأن هذا لا دخل له بالاستغفار والدين وكذا، لا، يجب أن نسلم. نحن لا نقول أن هذا سيزول بالدعاء والاستغفار فقط، لا بد من الأخذ بالأسباب، والدين الإسلامي يدعو بالأخذ بالأسباب. أكيد. وما تقدمت به يعني الدول الآن من إجراءات، هذا نوع من الأسباب. هناك من يقول هذه مؤامرة، وأعتقد أن في مثل هذه الأمور يجب أن لا يفتي. يعني على المثقف الآن أن يرصد هذه الحالة، نعم، وأن يعني يحاول أن يقدم لنا رؤى حقيقية. نعم. حول العالم. أستاذ بلال، اسمح لي أن أنتقل بك بالحديث من موضوع يعني المجتمع الكبير إلى المجتمع الصغير وهي العائلة. في خضم ما يجري اليوم في العالم نشعر وكأن هناك إعادة ألفة بين أفراد العائلة الواحدة، خاصة مع مسألة الحجر المنزلي، إعادة يعني اللحمة بين أفراد الأسرة الواحدة، الاجتماع مرة جديدة ربما على مائدة الطعام، على الحديث، على التفرج على الهاتف، مرة جديدة بدأت العائلة تتحدث مع بعضها. طبعاً. طبعاً أخبرنا يعني أكثر عن هذا الموضوع، تفضل. يعني كما قلت الآن نحن في حجر وفي تباعد جسدي كما يقال، فإذا جمع الأسرة الصغيرة من خلال البيت الصغير أن يلتقي الأب والأم بالأبناء صباحا مساء، يدور الحديث في كان في الماضي بعض الأسر لا تلتقي إلا في المناسبات، وإن كانت يعني هناك فرصة كلهم موجودون في الدار. الآن نجد هناك كثير من التواصل. يعني أنا اليوم مثلا عندما يأتيني ابني ويقول أبي أريد أن أسألك بعض الأسئلة في تاريخ الإمارات، أعتقد يعني هذا ما كان ليحصل لو كانت الأمور الطبيعية، لأن كل واحد مشغول بشأنه. فإذا التواجد هذا من خلال الأسرة الصغيرة وخلال الأسرة الكبيرة بالتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتوعية والإرشاد والرد على الإشاعات التي تدور في الشارع، يعني أعاد الأسرة إلى مكونها الحقيقي وهو اللقاء. أستاذ بلال، يعني اليوم أنت واحد من رواد العلم والثقافة في دولة الإمارات،
نبغي تخبرنا كقامة كبيرة قدوة للشباب، كيف تستثمر بقائك في المنزل، اطلاعك بشكل أكبر على عالم الثقافة والكتاب؟ سيدي الفاضل، يعني أنا ولله الحمد يعني منذ الصباح حتى المساء كانت هناك لدي يعني بعض المشاريع الثقافية التي كمشاريع كتب لم تستقبل، كانت فرصة لي لأن أستقبلها، فرصة لأن أعود إلى ترتيب الأرشيف الخاص بي. هناك العديد من الكتب الجديدة التي تم شراؤها من معارض مختلفة لم أقرأها، فرصة للإطلاع عليها. سيد بلال، نعم، يعني أنا أحيي طبعا ما تقول وخاصة فيما تحدثت عنه بموضوع الأسرة. أرجو منك أن تبقى معنا على الهاتف لأنه سينضم إلينا ضيف آخر في نفس الوقت، ضيف ينضم إلينا وهي بطلة من أبطال خط الدفاع الأول، ليس في الإمارات وإنما هي قطعة من روح الإمارات في المملكة المتحدة وتحديدا لندن. تنضم إلينا الدكتورة بدور بلال لبدور، أخصائية الطب الباطني وهي متدربة العناية المركزة في مستشفى كلية كينغز. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة. دكتورة، بداية والدك معنا على الخط في الأستوديو، ما الرسالة التي تحبين توجيهها له ولأسرتك ونحن نتحدث اليوم عن اجتماع الأسرة في هذه الظروف؟ أولا السلام عليكم، شكرا على استضافتي. أحب أقول للوالد أن سامحوني أني ما رجعت، أعرف أنكم كنتم قلقين علي وخايفين وكنتوا كل يوم تتصلون، والوالد الله يحفظه كل يوم كان يحاول يتصل فيني ويقنعني أني أرجع، وأنا أحاول أقنعه وأقول له أن هذا واجبي ولازم أتم، بس لا تخافون علي، لا تحاتون علي، أنا بخير وصحة ومخذ احتياطاتي والسفارة والدكاترة هني مو مقصرين. شو أخبارك بابا؟ يا مرحبا، أهلا حبيبتي الدكتورة بدور. أنا طبعا فخور بك وفخور بهذه اللحظات التي تثبتين فيها أن ابنة الإمارات وأبناء الإمارات في خدمة الواجب أينما كانوا. أتمنى لك التوفيق وأتمنى لك الصحة ورب العالمين يحفظك إن شاء الله. نتمنى لك الصحة والسلامة دكتورة بدور، أنت وكل زملائك الأطباء الإماراتيين الموجودين في مختلف أرجاء العالم. لدينا أطباء إماراتيين في فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، كندا، الولايات المتحدة، لكن سؤال، ليش اخترتي تبقين هناك في بريطانيا رغم تعرفين أن هناك عدد كبير من الإصابات، لكن فضلتي أنك تبقين على رأس عملك هناك في لندن وما رجعتي للإمارات؟ والله يوم وصلني قرار عودة جميع الطلبة في الخارج كنت توني ببدأ سلسلة مناوبات، يعني 4 مناوبات وراء بعض في الجدول الجديد لتغطية وحدات الكورونا، وكان في نقص حاد في الأطباء لأن تقريبا 6 أو 7 دكاترة في هالفترة كانوا في إجازة مرضية بسبب أنهم انصابوا بالكورونا فيروس، وكانت فترة تغيير بين الأطباء بين الوحدات، فحسيت أنه من واجبي أن أتم أسد العجز الموجود، وتواصلت مع الأطباء الإماراتيين في كندا وأمريكا وفرنسا وكانوا كلهم من نفس الرأي، كلنا نحن متدربين ومنتسبين لهذه المستشفيات في يعني في 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 شتى أنحاء العالم، ومو بمن شي يمنع أن نحن نكون أول ناس نطلع أو نهرب يعني، فكان لازم نلتزم بواجبنا ونساعد في هالوقت، وتواصلنا مع مكتب البعثات وما قصروا وتقرر الأمر أن يكون اختياري يعني، اخترنا أن احنا نتم. نعم. دكتور بلال، يعني لا شك في ظروف من هذا النوع كل أب كل أم تشتاق أن أو يشتاق أن يحضن أبنائه إليه وإلى صدره وأن يكونوا بأمان إلى جانبه، ولكن اليوم بدور يعني أعطتك شعور مختلف وهو شعور الفخر بأنك اليوم يعني ربيت في هذه التربية الصالحة لهذه الدكتورة وهي تلبي نداء إنساني لا يضاهيه أي نداء آخر. كيف تشعر اليوم وأنت في حيرة بين الفخر في هذه الفتاة وبين يعني أنك مشتاق إليها لتكون معك بأمان؟ طبعا أصدقك القول، نحن كلنا كأسرة مشتاقين أن تكون بيننا، ولكن ما قدمته من مبررات أنها تخدم شريحة من الناس، تخدم شريحة بحاجة لها، وتضرب مثال
للآخر بأن أبناء الإمارات قادرين على أن يقدموا الخدمة لغير أبناء الإمارات، يقدموا الخدمة للإنسانية تنفيذا وانسياقا مع التربية التي تم تربوا عليها في مدرسة زايد وفي مدرسة الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد، فهذه التي الذين يؤثرون الآخر. يعني عندما نرى أيادي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تمتد إلى الخارج لتحضر أبناء الجاليات الأخرى من البلدان الموبوءة حماية لهذه الأنفس وهذه الأرواح، فهذا الشعور يعطي كل أبناء الإمارات أن يقفوا وقفة يذكروا للعالم أن الإمارات عنصر مساعد وعنصر باني في الحضارة الإنسانية. الله يطمنكم عليها بإذن الله أنها بترجع سالمة غانمة بعد ما تؤدي واجبها الإنساني هناك لتطبيب الحالات المصابة بفيروس كورونا. دكتورة، حدثينا عن الحالات التي تأتي إليكم يوميا للمشفى، ما هي الأعمار وكيف تتعاملون معها؟ حدثينا عن جدولك اليومي الطبي هناك. والله الحالات اللي تتطلب دخول المستشفى من كل الأعمار، من كل الفئات. عامة شدة المرض تختلف على حسب العمر والأمراض المزمنة، وخصوصا أمراض القلب والضغط، لكن للأسف تقريبا من 5-10% من الحالات الحرجة تينا من أمراض من مرضى صغار في السن نسبيا وبدون أي أمراض مزمنة، ويتم التعامل معها على حسب حدة الأعراض، فتتراوح بين قصور بسيط في النفس محتاج كمية أكسجين بسيطة إلى فشل رئوي حاد ويتطلب دخول العناية المركزة والتنفس الصناعي. طبعا ضغط الشغل وايد زاد، وهالفترة طبعا من أصعب الفترات اللي مرت على كل أطباء في تاريخ الطب الحديث. كمية الوحدات اللي فتحناها في وقت بسيط، يعني نحن كنا أول شيء 4 وحدات عناية مركزة، وحين تقريبا بنكمل 8 وحدات. وأنا كدوري يعني كمتدربة في العناية المركزة هو متابعة المرضى اللي في الفشل الرئوي، اللي في عندهم فشل رئوي، والوحدات الثانية اللي فيها حالات دخولها بأسباب أخرى يعني بعد تحتاج عناية فائقة. طبعا هذا تحت إشراف استشاريين، وبسبب أعداد المرضى اللي الهائلة اللي يأتينا اضطرينا نحن نفتح أقسام عناية مركزة ونحط بعد أعضاء من فريق من فرق ثانية مثل جراحة لتغطية كمية الشغل. وحاليا أنا دوري أن أقوم بالتنسيق بينهم وبين أطباء العناية وبتدريبهم والإشراف عليهم. بدون نحن يعني نتمنى لك كل التوفيق، كل القوة، كل الإيمان بهذا الدور الإنساني الذي تلعبينه اليوم، ويعني وإن شاء الله أزمة وستمر بخير وستعودين سالمة غانمة مرفوعة الرأس إلى أرض الوطن وإلى حضن والدك الأستاذ بلال لبدور. شكرا جزيلا لك دكتورة، وشكرا لكم لاستضافتي وشكرا على هاللفتة. شكرا، والشكر موصول أيضا لك أستاذ بلال لبدور، ونبارك لك على هذه التربية الرائعة. مو بغريبة على بنات زايد وعيال زايد. الله يبارك لكم في ذرياتكم وفي عيالكم إن شاء الله. وأعتقد مثل ما قلت يعني أن أبناء الإمارات جميعهم متى ما أتيحت لهم الفرصة لخدمة الإمارات وتقديم ورفع اسم الإمارات لن يتأخروا. أتمنى التوفيق لابنتي ولجميع الأطباء الذين قال عنهم سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أنهم الصف الأول، خط الدفاع الأول، فالله يعطيهم الصحة والعافية. ويعني أعتقد أن بلد مثل الإمارات يعطي للآخر ويثبت التواصل والتراحب بين المواطنين والمقيمين على أرضه، لابد أن يكون له رسل وأبناء يثبتون هذه الحياة التي تعيشها. نعم أكيد، لا شك في ذلك. مشاهدينا، كان معنا من المملكة المتحدة الدكتورة بدور بلال البدور، أخصائية الطب الباطني ومتدربة العناية المركزة في مستشفى كينجز كوليدج في المملكة المتحدة، وأيضا والدها الأستاذ بلال، الأستاذ الفاضل، أستاذنا جميعا الأستاذ بلال البدور، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي. شكرا جزيلا لكما. شكرا لكما.